هذا ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة الإنجاز التاريخي الجديد الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد. وقال سموه: نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنتيجة المشرفة التي حققها المنتخب الوطني لكرة اليد بتأهله لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والذي يعد إنجازا غير مسبوق تحققه لعبة جماعية بحرينية بوصولها للأولمبياد. فهذه النتيجة التي حققها منتخب اليد جاءت لتؤكد أن اليد البحرينية قد نجحت في تجاوز جميع المنتخبات الآسيوية عن جدارة واستحقاق لتتربع على زعامة كرة اليد الآسيوية. وهنأ سمو رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد سعادة النائب علي عيسى إسحاقي وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الاتحاد بهذه النتيجة المشرفة، منويا سموه بالدور البارز الذي يطلع به الاتحاد في تهيئة الأجواء المناسبة للمنتخب للإعداد والتحضير المثاليين لخوض المشاركات الخارجية والمنافسة على إحراز هذه النتائج المميزة التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية المرصع بالإنجازات. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن إعجابه بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد طيلة منافسات التصفيات، مشيدا سموه بما بذله الجهازان الفني والإداري للمنتخب من جهود أسهمت في فوز المنتخب بهذه النتيجة المتميزة. وقال سموه: سعدنا كثيرا بالمستوى المشرف الذي قدمه رجال الأحمر في هذه المشاركة، حيث كانوا كعادتهم على الموعد متحلين بالإصرار والعزيمة والتحدي والرغبة على تحقيق الإنجاز ورفع علم المملكة البحرين عاليا في مختلف المشاركات، مهنئا سموه لاعبي المنتخب بهذه النتيجة، متمنيا سموه في الوقت ذاته دوام التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة.